بسم الله الحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نشهد بقدر ما سهل الله لنا في باب جزء من معرفة أسماء الله الحسنى. لا ندعي أننا نعلم، لكن نسأل الله أن يؤيدنا في هذا المشروع العظيم. نبدأ في هذا الشأن في تعريف أسماء الحسنى بآية الكرسي، وهي 255 من سورة البقرة. الله لا إله إلا هو بدأ بالتوحيد. أين التوحيد؟ عند اليهود والنصارى وجل من يدعون الإسلام، أنهم أهل الإسلام موحدون، يشركون نساءهم بأمورهم. وقال نبينا عليه السلام في هذا الشأن: قبلتهم نساؤهم، فالبطن الأرضي ما هم يكونوا خير، يكونوا على الأرض بطن الأرض مداب أمور ترجع إلى نسائهم. وهذا اللي ورينا حكومات اللي راهو فيها اليوم، قالك المناصفة. المناصفة شنو؟ المناصفة تعمل كل مستعيل بجيب عدد وزراء قد عدد وزيران، وكل أغلبهم موزور ولا يعلمون من الدين شيء، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام. وذلك علاش عمل بلاء بكل الأكوان، لأن الفساد بلغ أوجا يعاقب الله عليه. ظهر الفساد، أي غلب الفساد على الصلاح. أنا مغلوب، الصلاح مغلوب. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice au siècle, au début de ce siècle. معنى 2021 من أبغض السنين. الله لا إله إلا هو، أي أغلبكم لا توحدون إلا بما شرك. كمن بصلم حطوا قلادة في عنقك، لقد ذلك حقيقة توحد أنك ستقلد من هنا بسلاسل، تجعل يديك وراء قباك وأنت أدل الخلق عند ربنا. فهمت ولا لم تفهم؟ إذن اللي اتخذ من دون الله أربابا ليس بمسلم. ما غير نعلمكم على زوروا أطباء القرآن، سأوريكم وكشفوكم معنا فتن تعدد الآلهة. قولك هاو انت شكون تعرف، مش كل، لكن على لسانك تظهر كون انت مقدر لا حق قدره، ولكن لجنانك انت عكس ذلك. برا عاد اذا كنتم تعطوا قيمه لاطباء القران، برا شوفوا انتم نافلين منهم ونافلين من الاسلام. ولك علاش كلمه تونس تو تامروا على قله قليلة من أعز الناس في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحاضر، من أعز الناس واجهوا الريبة وطغيانه وعمالته وجنونه، جنون العظمة، وعارفين روحهم إما تعذيب ومحاكمة وسجون، وإلا الموت حكم. ما وانتو تقولوا قضينا أن على الأعدام، لا، بالنسبة للإسلام وأهله وأهله أنتم تبقون على عقوبة الأعدام. ومع ذلك هؤلاء الأبرار من واجهوا من كفر الكفار في تونس وكفر الكفار في كل مكان، وأراد الله أن يبعثه من جديد ويسرهم السبل باش يشقوا طرق نحو السوق. فرغم لما ظهر انهم غالبون، فلا التقى عليهم انا منافق تونس والكفار وكفار تونس وريبي تونس
وملحد تونس التقوا وقال واه هذوما يطبق عليهم من ده كيفاش نتخلصوا منه؟ ما جامش بورقيبه وبن علي واحنا من نجموش زاده هيا نحاولوا محاوله وهذا ما وقع وتامرتوا عليهم وصربتوا لهم دخلاء وانا اعتبر اخواني هنا غالطين ما كانوش يقوموا غير المسلمين اما كل من هب ودب باش يقويه في اعداد اتباعهم هذا لا وفق عليه وذلك علاش ما كنتش معاهم على خط التسييس البغي المرضي والممرض يعني اليوم التقيتم بكم اصبحتم غالبين يا اعضاء يا اعداء رب العالمين حطوا بالكم بعد قليل بعد فرحكم الوجيز سيطول عذابكم في الدنيا وتراوا كل العذابات والاهانات واللي يمشي للسجون يقبعوا فيها حتى منام عينه كما يقول العامه واللي مش يضربوا معناها ضربه قلبيه او ضربه مخيه ويرى العجب هو من والاه يرى كيف ربي يهين اعدائه ولو بعد حين ولا فائده في التطويل القران واضح وهو كلام مولانا الذي لا يجهل شيئا ولا ينسى شيئا وسيحاسبنا ان كنا مؤمنين موحدين فنحن من السعداء الباقين بجنة النعيم وإلا قدر كان بعضنا أو أكثرنا ليس بموحدين فلا يلومون إلا أنفسهم أجمعين والسلام على أهل السلام بالتمام والكمال.